في إطار تخليد الذكرى 65 لعيد الاستغلال قام مجلس جهة الداخلة وادي الذهب بتدشين وإعطاء انطلاقة وزيارة أوراش للعديد من المشاريع المهمة بإقليم وادي الذهب، والتي تدخل في عقد برنامج التنمية المندمجة الخاص بجهة الداخلة وادي الذهب، وكذا برنامج التنمية الجهوية البيدير بتكلفة مالية تناهز 465 مليون درهم، منها 380 مليون مساهمة من الجهة، أي ما يعادل 83% من المبلغ الإجمالي. وتهم هذه المشاريع القطاعات التالية: السكن الاجتماعي، بناء 402 وحدة سكنية و54 محل تجاري بمركز طاورطة بمدينة الداخلة، وبناء 50 وحدة سكنية بمركز بير نزران، وكما بتكلفة إجمالية تقدر ب 224 مليون درهم. هناك تأهيل المنطقة الصناعية السلام بالداخلة بتكلفة 130 مليون درهم. الطرق القروية الرابطة بين مراكز الجماعات الترابية بين زران ومضريقة قريبات الفولة على طول إجمالي 62 كيلومتر بكلفة تناهز 80 مليون درهم. فيما يتعلق بقطاع الماء، حفر ثقب ارتوازي على عمق 1500 متر لتزويد مركز إمطلان بالجماعة الترابية بين زران بالماء الصالح للشرب بكلفة مالية تقدر ب 12.5 مليون درهم. فيما يتعلق بقطاع الصناعة التقليدية، هناك بناء وتجهيز دار الصانعة وتوزيع المعدات التقنية لفائدة الصناع التقليديين في مجال النجارة والجلد بكلفة مالية تقدر ب 2.7 مليون درهم. هناك تأهية الفضاءات العمومية والأماكن الترفيهية والسياحية، تهية كورنيش أم لبير بكلفة مالية تقدر ب 16 مليون درهم. ولا تخفى عليكم أهمية هذه الأوراش التنموية التي تشهدها الجهة اليوم، والتي ستمكن من تعزيز وتطوير البنيات التحتية والمرافق الاقتصادية والاجتماعية ومواكبة المراكز الصاعدة بالجهة، وذلك في إطار الدينامية التنموية التي انخرطت فيها جهة الداخلة وادي الذهب لتنزيل مشاريع وبرامج النموذج التنموي الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.